حسيتها كأنه عم تلعب شي لعبة، انشغل بالي ورحت وراها. رجعت بسرعة، كمشتني بس ما بعرف ليش ما عصبت. طلعت فيي هيك وكانت غريبة كتير. انتي ليش ما اجيتي من هداك الطرف؟ كان ممكن تلتقي فيها، مع اني خبرتك على التليفون. بس ما التقينا. مرحبا. اهلا وسهلا مادموزيل. ليك هي لميس خانم اجت. كيفك هلا بشير؟ مرتفع حرارته، اعطيناها ادويه بس ما هيك ما قدرنا ننزلها. بشير ما بصير هيك، انت لازم ترجع على المشفى. عطول عم نحاول نقنعه. اجى الدكتور اليوم شي؟ ايه مرق الصبح. هو كمان عم يقترح ينام بالمشفى بس بشير ما عم يقبل. بشير ليش هيك عم تساوي؟ انت لازم تكون بالمشفى. حابب ناخذك غصبا عنك؟ ممكن تتركونا لوحدنا؟ بترجاكم لا تخليه يتعب. جميلة تمام، انا رح ضل برا. مالك حق تساوي بحالك هيك. بس يوم تاني بترجاكي، اسمحي لي ابقى يوم تاني مشان الله. بهذا الوضع عندي الساعات مهمة بالنسبة لإلك. بعدين رح نام، رح نام بالمشفى بوعدك. بس خليني اشوفها مبسوطة. هي اهم من كل شيء بهالدنيا. صدقني يا بشير، ما في شيء بالدنيا اهم من حياته للبني ادم. هالشي تابع لمعنى الحياة. بالنسبة إلي الحياة هي نهال. بشير التقيتي مع شي بعد هداك اليوم؟ ما اتصلت؟ لا. وعدناه بيك وهو ما اتصل معك كمان؟ اتصل ما رديت عليه. اجى على البيت كمان بس ما خليته يشوفني. هو الحقيقة كتير زعلان، راسه كتير مخربط. ما قدرت اتجرأ واجهه. ليش شو كان فيي يقله؟ كيف كان فيي يفسر له اللي صار بيني وبين نهال؟ مو حابة اكسب اكتر من هيك. انت اخترت السكوت وحكمت علي اسكت معك. قبل شوي كانت عم تحكي مع مهند بالبستان. مين؟ سمر خانم؟ بالأحرى كانوا عم يتناقشوا. ما سمعتن شو عم يحكوا بس ودعوا بعض. متأكدة مو هيك؟ كان بودي أتأكد.